نشرت وكالة رويترز تقريرا مساء اليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 يحوي تفاصيل جديدة عما حدث داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الدقائق السابقة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ظروف غامضة حتى الآن يوم 2 أكتوبر 2018. الوكالة نقلت عن مصدر استخباراتي تركي ومصدر عربي وصفته بأنه عالي المستوى ومطلع على البلاط الملكي السعودي، أن أحد الذين تم إعفائهم والذي أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بإقالته من القصر الجمعة الماضية تواصل عبر تطبيق المحادثات الإلكترونية سكايب مع خاشقجي ومحتجزيه داخل القنصلية قبل الحادث مباشرة. وخلال المحادثة وجه سبابا وإهانات لخاشقجي، فرد الصحفي عليها بنفسه ثم قال ما معناه أعطوني رأس الكلب. ولم يتضح بحسب الوكالة ما إذا كان قد اطلع على جميع أحداث عملية القتل التي تمت بعد المحادثة أم لا. وأضافت مصادر الوكالة أن هذه المحادثة بحوزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفض إعطائها للأمريكيين، علما بأن جميع الأطراف تنتظر خطابا علنيا من أردوغان غدا الثلاثاء حول تطورات التحقيقات التركية في القضية. يذكر أن مصادر رسمية سعودية قالت للوكالة في وقت سابق أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والقصر الملكي بالرياض لم يكونا على علم بما حدث في القنصلية، وذلك بعدما أعلنت الرياض مساء الجمعة الماضية القبض على 18 شخصا في التحقيقات الجارية في القضية. هنشوف الأول كلام جمال خاشقجي عن إسرائيل، وبعد كده نشوف الفخ التركي للسعودية. جمال خاشقجي قبل سنة بالظبط في 23 أكتوبر 2017 كتب هارتس، كتبت إسرائيل باعت أسلحة تقنية متطورة لمينمار خلال حملات تطهيرها العرقي للروهينجا، وحط البوست بتاع هارتس
واللي هي بتعلن فيه إن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار. فواحد كتب له، سيف أحمد كتب له: العرب دعموا ميانمار وزودوها بكل شيء، قصده يعني الروهينجا، فلا تستغرب من الصهاينة أنهم يدعموا ميانمار. كتب برضو جمال خاشقجي تويتا: صعد جنكيز خان منبر جامع سمرقند بعدما اجتاحها وخطب المسلمين قائلا: أنا غضب الله حل عليكم بسبب ذنوبكم، وفي رواية أخرى بسبب أخطائكم السياسية. فراح محمود رشاد كتب له: يعني ربنا راضي عن إسرائيل يا كبير؟ فرد عليه جمال خاشقجي تويتة غريبة كتبها: إسرائيل اكتفت بالذنوب ونجت من الأخطاء، نحن غارقين في الإثنتين، في الذنوب وفي الأخطاء السياسية. فمسكتش برضو محمود رشاد، كتب له: يعني اللي يذنب يا كبير وما يعملش أخطاء يعلى علو كبير كده زي إسرائيل؟ نيجي بقى للفخ التركي للسعودية. من ناحية أخرى، علق مسؤول إسرائيلي كبير يوم السبت 20 أكتوبر 2018 على ما أعلنته السعودية حول التحقيقات الأولية في اختفاء جمال خاشقجي وما أدى إلى وفاته. وأجاب المسؤول الإسرائيلي الكبير لموقع إلاف عن الدور التركي في قضية جمال خاشقجي: وإن كانت أنقرة قد نصبت فخا استخباريا للرياض وقادت فيه خاشقجي إلى حتفه. وأيضا علق المسؤول الإسرائيلي الكبير على إعلان السعودية حدوث شجار واشتباك بالأيدي في القنصلية بإسطنبول مما أدى إلى وفاة خاشقجي. وعلى الأمر الملكي بإعفاء ضباط في الاستخبارات السعودية وعلى اعتقال 18 مشتبها به. وقال المسؤول الإسرائيلي: يجب التوقف عند نقطتين أساسيتين والتفكير فيهما مليا بعد هذه الإجراءات السعودية. النقطة الأولى: بقاء الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد رغم السعيين التركي والقطري الحثيثين لدى دوائر القرار العالمي لإطاحته من منصبه، لافتا إلى أن ابن سلمان بات يعزز موقعه داخل السعودية على الرغم من تداعيات هذه القضية. النقطة الثانية: البيان السعودي بشأن خاشقجي والقرارات السعودية السريعة التي مكنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان قبول نتائج التحقيق السعودي وإنقاذ صفقة السلاح الهائلة بين البلدين، مضيفا: وإنقاذ العلاقة بين الرياض وواشنطن بعدما خرجت أصوات أمريكية حاولت الإيحاء بوجوب قطع هذه العلاقات. وأضاف أنه سمت أسئلة عدة بقيت من دون إجابات في المرحلة الراهنة، منها: أين جثة خاشقجي؟ أين الدلائل والقرائن التركية التي ضاق بذكرها الإعلام التركي ومن خلفه الأمريكي؟ على ماذا سيحصل الأتراك في المقابل؟ لماذا يدعي الأتراك أنهم ما زالوا يطاردون 15 شخصا تتهمهم أنقرة بقتل خاشقجي؟ على الرغم من أنهم أعلنوا مرتين وأكثر أن هذه المجموعة المزعومة غادرت إسطنبول بعد 3 ساعات من اختفاء خاشقجي. بيطاردوا مين يعني؟ هوا. وأضاف المصدر سؤالين مهمين جدا جديرين بالتفكير فيهما والبحث عن إجابات ممكنة عنهما، وهما: لماذا تم نقل القنصل السعودي في إسطنبول للرياض في الأسبوع الماضي؟ هل وجد السعوديون خرقا أمنيا تركيا ما لقنصليتهم في إسطنبول؟ وخلص المسؤول إلى النتيجة التالية، وهي أن الأتراك حاولوا دائما وبإصرار طمس مصدر معلوماتهم بشأن مقتل خاشقجي ببث معلومات مغلوطة أحيانا
وتسريب تقارير متضاربة أحيانا، كالقول مثلا أن القنصلية السعودية كانت مراقبة وفيها أجهزة تنصت وتصوير، أو أن ساعة خاشقجي الذكية نقلت ما حصل له ببث حي إلى هاتفه الذكي الذي كان بحوزة من تقول أنها خطيبته وتنتظره خارج القنصلية. وختم بالقول: من خلال التقارير التي تصل إلى الاستخبارات الإسرائيلية، فربما كان الأتراك قد نصبوا فخا استخباريا تكهنوا ما ستكون نهايته، وسمحوا بأن يتدحرج الأمر على هذا النحو لتوريط السعودية وولي عهدها في هذه المسألة من أجل كسب نقاط في معركة أنقرة مع الرياض في الأزمة القطرية وفي مسألة قيادة العالم الإسلامي السني. شاركونا بالتعليقات وهنشوف تداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر أحد أعضاء الفريق السعودي المتهم بقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يخرج من القنصلية مرتديا ملابس خاشقجي، بحسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول أمني تركي. ونفس اللحية، نفس الأوام، نفس البدلة. وهنشوف الفيديو صوت وصورة دلوقتي بعد شوية. وقالت الشبكة أنها حصلت بشكل حصري على الفيديو من التحقيقات التركية الرسمية في القضية. تركيا حاطة كاميرات في كل حتة في تركيا تقريبا. وأضافت الشبكة أن الرجل غادر القنصلية من الباب الخلفي مرتديا ملابس خشبجي ولحية مستعارة ونظارة. ونقلت الشبكة عن مسؤول تركي قوله أن الرجل يبلغ من العمر 57 سنة وأحضر إلى تركيا ليبدو أنه خاشقجي.